نرفع ايدينا بايع ولينا ما نرضى غيره نتبع مسيره نتبع الغديره ونوفل نبينا عاهدنا نبينا ولي يقول ما نبدله عن بعت وصيه من تخلف وانت خلى بالنص التزمنا والقرائن والادله بس حيدر يوصف الهادي بالايمان كله نحن اتبعنا احسن القول اتباعا لم نرضى غير المرتضى فينا مطاعا مولانا ما نرضى غيره صفيتكم في الله يوم الغدير صفيتكم على وداد الامير صفيتكم وصفكم ملء الضمير راعي الشفاعة حجة وداعة وصانا كلنا حيدر أملنا وإحنا امتثلنا سمعا وطاعة صافحنا ضريحة بالإنابة عن يمينه مبروك اختيارك صحنا يا حيدر ولينا دونك الله قرر ما يتمنى ودينا انت اللي محمد وصفك باب المدينة انت الامام الحق من يجيد وصفك حتى القلاع صافحت بالباب كفك العالم حيرت حيرة قبل الزعامة ويد الشريفة يعرفها ضيفة وتعرف رقيفة ايد اليتامة حيدر معجزاته من قبل يوم الولادة بالركن اليماني توثقت اول شهادة تتباهى بغديرة ومجرد ذكرى عادة طه يقول ذكرني ابي طالب عبادة يبقى علي الرحمة والدر المصفى نادي علي الكمية العلاق مشفى ولين حيدر يجيرا يجيرا وصيتكم في الله يوم الغدير صفيتكم على ولاد الأمير صفحتكم وصفكم ملء الضمير عبدتكم نقضي مع المصير راعي المعاجز دين الله بيده لجل العقيدة أصبح نشيدة هل من مبارز من ليلة مبيته ذا حصيته بياني الأمصار أهدى عينة تغفى وما تهم ذيك الأشفار السمر أسمر حجب قسيم الجنة والنار يوم يقول طه أعطي النماء يكبر كليت في نظراته أتفرق الأحزاب منطودة ابن ورسي هالضربة للأمة سيرة عيد الله الأغر وعلى البشر كلهم تقرر واضح كالشمس مهما اعترض والأعمى أنكر دار المصطفى وإيده إيد الشهر خيبر من كنت أنا مولاه ذا مولاه حيدر جئناك من قد جاء في يوم الغدير قلنا قبلنا حيدر النعم الأميري وابتمنا يجري